سيشن 12.1 اللي هي بدنا نبلش هلا في داتا انتجريشن. مشكله الانتجريشن، مشكله توافقيه الداتا، مشكله تبادل الداتا، مشكله. خلينا نشوف شو المشكله اول شيء قبل ما نحط سوليوشنز. يعني اللي حنسويه اليوم حندخل نعرف هاي السيشن هلا انتجريشن، السيشن اللي بعدها حناخذ سوليوشنز كثيره بشكل عام، بعدين حندخل في ثلاثة أربعة سوليوشنز كيف نساوي. وها طبعا هاي الأشياء خلينا نقول عشان بس أذكركم إنه مشكلة الداتا انتجريشن في بداية التوتوريال ها حكينا إنها بتمثل حوالي 37% بتذكر أو أكثر شوي أقل شوي من الفلوس اللي بتصرفها الشركات، الشركات عالميا قديش تصرف على انها يعني تدخل التكنولوجيا في عملها. هذا شو انواع التكنولوجيا اللي بدخلها؟ ف 37% بتذكر كم بيصرفوا الشركات عالميا بس يحلوا مشاكل الداتا انتجريشن، وهي اكثر شغله عاده مهمه خاصه من 10 15 سنه لكل الشركات. وهي يعني في مجال الابحاث بجوز من 95 وفوق كثير جدا كان في هجمه على الباحثين طبعا على حل مشاكل هاي المشاكل اللي بتطلع في الداتا انتجريشن. ما في حلول سحريه يعني انه خلاص، بس في بسميها انا سوليوشنز، مش اكثر منها انه عندي برنامج بعمل سحر وبعمل لك انتجريشن. طيب خلينا نشوف المشكله اول شيء. شيء هي؟ انه في عندنا هون رن لو تنتقلي انه انا مش طبق الوقف هون. في عندنا لو شفنا عندنا وزارة الاتصالات، وزارة الاعلام، وزارة الاتصال، وزارة المالية، وغرفة تجارية. عندنا عدة وزارات. هلا احنا شو في عندنا هنا؟ في عندنا سيرفيس الحكومة بدنا نسويها اللي هي بدنا نرخص ايش؟ نرخص راتبي. انت بدك شو تساوي؟ بدك يصير عندك راديو، محطة راديو، بدك ترخص. شو بيلزمك تساوي؟ بيلزمك تروح على اول شيء على وزارة الاقتصاد ترخص. اول شيء تجيب براءة ذمة مالية من وزارة المالية، وتروح وزارة الاقتصاد وترخص لشركة، بعدين تروح ترخص خلينا نقول الترددات وزارة الاتصالات، وترخص المحتوى اللي بدك تبثه من وزارة الإعلام، وبدك على الغرفة التجارية انك انت زرت شركة، وبدك تضلك ايش؟ بدك تتعامل مع أكثر من جهة حكومية لما بدك تعمل هاي السيرفيس. طيب انت كنت ملخص الشركه تبعتك في رام الله، وقررت انه تنقل الشركه تبعتك وين، او تغير العنوان تبعها على الخليج. شو بالضبط لازم تساوي؟ بدك تنقل الترخيص؟ لا الترخيص يعني كمان مره بدنا عندنا محطه راديو بدنا نفتحها جديد، بلزمنا نتعامل مع خمس ست سبع وزارات حتى نسجلها مره كشركه، مره ترخيص ترددات، مره كل مره. ما كنا اول ما سجلناها شو كان نساوي؟ كنا وين انتم الادرس تبعكم؟ نقول لهم احنا في شارع الارسال برام الله كذا كذا. هلا قررنا ننقل على الخليج، شو بدي اسوي؟ طيب اذا ما غيرتوش شو بصير؟ حصة ترددات في مكان جديد بتساوي مش رح ينطقوا رخصه او مخالفه. مو هي سمعت كلمه مش رح تبصر. بدي انا عمليا بلزمني اروح على كل مطرح لزمني سجلت فيه عنوان، بدي اروح اغير عنوان عشان يكون ترخيص. صح ولا لا؟ مظبوط. طيب هاي عندنا مثال على بصير كان عامل ترخيص جديد يعني؟ لا 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 عملية تغيير عنوانك بدك عملية يعني ممكن انا اكون اروح محل مثلا في ترددات موجودة اصلا مثلا
انا ما حكيتش على الطرق الاداره. انت كشخص، طب خذ مثال ثاني، انا كشخص ولا مهندس؟ انت كشخص نقلت عنوانك من نابلس على رمال. طب انا كشخصيا يعني مش اوكي. نو حتى هذا بقول لك مثال اخر. انت كشخص، انت وين مسجل بالنسبه لبلدية نابلس؟ نابلس. وين مسجل لوزارة الحكم المحلي؟ وين مسجل لوزارة المالية؟ نابلس. طيب ما كانت انت على رام الله، هيك انت غيرت هويتك هناك على رام الله. اول شيء اتصلت وين وزارة المالية بتصير تراسلك؟ انا تروح تقول لهم اوه يا عم انا كذب، تغير عنوانك عندي. وزارة الداخلية بدك تروح تغير عنها. تعرف شو يعني؟ كل واحد سجل اسمك بدك تروح تغير عنها. احنا كاشخاص بجوز ما فيش سيرفيس هال انه، بس الشركات لازم تروح تغير الثاني صح؟ وكبنوك لازم يضلوا بالتدريب بالادرس الحقيقي تبعها. واضح؟ طيب هلا بدي اوريكم ندخل بس شوية نشوف وين المشكلة. وين المشكلة؟ تخيل عندنا ثلاث ايجنسيز، ثلاث وزارات. هاي هون انا شو مسجل؟ طلعوا كيف هاي ايجنسي ايه؟ اي دي. شو مسجل ايه لها انت في اي دي؟ الاي دي هاي R25631. نيم شو مسمينه هون؟ نيم شو اسمه؟ راديو الامل. التايم راديو ستيشن. هاي بتوقع قول مثلا من وزارة وزارة المالية، هيك وزارة المالية مسجل. اللوكيشن رمال. لوكيشن رمال. وزارة الاتصال مثلا جدلا شو بتقول؟ شي هاي بي اي دي صح؟ يعني بزنس اي دي قصدي. وشو مسجلين؟ ال ام 1847 البيزنس نيم. شنو البيزنس نيم؟ الامل برودكاست. هون شو؟ راديو الامل. اذا طلع الاختلاف هون 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 هون، كل واحد حسب شو بحتاج الاسم. هلا هون بكير حاطين شو؟ الطايب تبع الطايب تبع شو؟ تبع المؤسسه. هون الطايب تبع شو؟ تبع الاكتيفيتي تبعها شو؟ راديو برودكاستنج. من كمان مش راديو ستيشن على فكره. هاي وهاي بجوز هاي وهاي المعنى تبعهم يكون قريب، بس هاي التايب تبعتها مختلف. معنى التايب هون بيختلف عن طيب هون لوكيشن لا سيتي. شو هو؟ رام الله ام البيره. طلع كيف كثير البيره كمان. هلا في وزاره ثالثه شو حاطين؟ حاطين اي دي ثاني هون بيختلف. حاطين كومباني نيم وبرودكاست الامان وحاطين الكومباني نيم. لاحظوا طيب الكومباني طيب هاي الطيب وهاي اكتيفيتي طيب وهاي كومباني طيب معناها هم بيختلفوا عن بعض. وها محطوط برودكاستنج ستيشن واللوكيشن لوكيشن طلع تمام البيوت. بيحكوا على نفس المؤسسة، نفس الشخص، بيحكوا عن نفس المؤسسة 100%. الواحد كيف شاف المؤسسة؟ هلا هاي بالنسبة لوزارة الاتصال هذا بسموه السجل بعشر رقم التجاري إذا بدك تسميه مشتغل مرخص. بس بالنسبة مثلا لوزارة الاتصالات هذا انهم رقم عادي اللي هم رقم متسلسل. كل شركه تيجي بترخص هم بسموها ذات التراخيص، بس هم عمليا ما بيرخصوش شركات، هم بيرخصوا ترددات. يعني كمان هاي رقم رخصه مش الشركه، رقم رخصه التردد. اذا نفس الشركه عملت صارت تبث تلفزيون مش بس راديو برضه رقم ثاني. شايفين شو مشكلة التكنيشن؟ هلا كيف احنا يعني حتى لو جينا كلنا لهي الوزارة انه يا عمي لما واحد بغير عنوانه غيروا فيه كلهم؟ ويلا طلع
شايفين المشكلة؟ طيب هذا حكينا هون نو اجريد ابون نيمينج نيم بزنس نيم كومباني نيم نو اجريد ابون مينينج Does activity type means exactly the same as company type? Different register data. شو اسمه هون؟ راديو الأمل، الأمل برودكاستين، and so on. أوه، سوري أنا على فكرة فكرت حالي شارح. هذا السلايد، هذا اللي كنت أحكي عنه قبل شوي. شايفين هاي؟ هاي إحصائية، مين عملها؟ أني ماجازين اسمها CIO ماجازين سيرفي في 2002 طلعت شو الشركات قلنا في بداية الجلسة هاي الشركات كديش بتصرف على يعني هاي مقارنة انه الشركة عندك شركة للاتصالات مثلا شركة مدني، شركة باديكو، كده بيصرف على الاي تي داخل مؤسستهم. وجينا في احصائية يا مصطفى، احصائية بس لا نشوف كديش الشركات هاي بتصرف مثلا هون انتجريتد سيستمز اند بروسيسز، امبلمنتنج نيو تكنولوجيز، ستاف طيب المهم خلص هاي lowering cost aligning IT and business goals knowledge management knowledge IT globally وهذا المجرة هلا هدول هاي activities يعني هاي معناها شو انه كديش spending priority يعني spending اللي بصير من الشركات على ال IT solutions اكثر activity كديش شهير اللي هي المشكلة الداتا انتجريشن سيستمز مش سيستم ولا بروسيس هاي الانتجريشن هذه لو كلمة لا هاي مش فلسطين هاي مجال عالمي صحيح اللي هي برضو واو خلينا اعطيكم على فكرة بس اذا في كريم انتم هون تروح تقعدوا قاعد بصراحة لأنه طلع أعطيكم فكرة عن اللي بيكونوا مش إشي رسمي مش إشي يعني وراء أبحاث ولا إشي بس عندي أنا شخصيا انطباع اللي بيصير يا شباب أنو وين مركز التكنولوجيا الإبداع في التكنولوجيا العالم؟ سيركون فالي على الأقل رمزية بس أكثر شيء ما زبط طيب السيلكون فالي اليوم طلع بفكرة اخترع شيء بده يعمله ديفلوبينج لشيء قديش بده تيوصل ل نسأل ثلاث أسئلة قديش بده تيوصل ل تكساس بعدين قديش بده تيوصل ل بروكسل بعدين قديش بده تيوصل ل رامون ثلاث محطات تكساس بروكسل رام الله ليش قلت تكساس؟ يعني كديش هذا السوليوشن بده من يوم ما يخترع تاينشي في امريكا تايصير طبعا مش النخبة بحكيش انه في 20,000 واحد برامج سوري يصير بوبيولر شعب يصير بوبيولر يعني مش كل الشعب بيعرفه بس متداول يعني بجوز واحد من رام الله يسبك كل اهل امريكا بالمعرفة عنه بس هذا واحد في رام الله ما نحكيش عن هاي كديش بده تقدره؟ يعني زمان كان بسنين اليوم بعتقد انه رقم بيتشينج يعني مثلا طلع سمارت فون كديش سمارت فون قعد من السيلكون فالي انتشر في انتشر مش اشتروا النخبة انتشر في امريكا انا كلكم شخصيا بده سنتين كديش شو ولا سنتين ليش نوصل وين؟ شيء سعيد تكساس سعيد تكساس نفس قريب على يعني مش كل التكنولوجيا زي بعض سنة سنتين كده بدو توصل لبروكسل ده أهل بروكسل العاديين
كمان يصيروا يستعملوا يا مصطفى شو رأيك؟ يعني بكينا نحكي e-learning وين تتوصلت تكساس وين تتوصلت بروكسل وين تتوصلت رام الله بكينا نحكي اللي هي مثلا الجي اي اس نافيجيشن وين توصلت وين صارت في السيليكون فالي بعدين وين انتقلت كذلك على انتقلت لتكساس بعدين لبروكسل بعدين رام الله انا اقول لكم باختصار يعني انا كثير شفت يعني ثلاث اربع شغلات قاعد عن جد مرات سنتين تنتشر بأمريكا أخذت أخرى سنة أو سنتين تنتشرت في بروكسل وأخذت أخرى سنة سنتين تنتشرت عنها يعني مشاكل داتا انتجريشن بجوز تصارت سوليوشنز بالسيليكون فالي وشركات أمريكا صارت تستعمل هاي السوليوشنز بعد فترة صاروا في أوروبا يعني بكل بروكسل هنا بس كأوروبا يعني انتشرت في أوروبا بعدين هلا صرنا نسمع عنها لونتولوجي وين صارت فهمت علي؟ طب السؤال مش هذا النقطة اللي وصلتها وين أنو اللي بسمك السيليكون فالي؟ ديفنس العسكري وأنو اللي بسمك الديفنس؟ وأنو اللي بسمك الديفنس؟ الميليتاري يعني اقول لكم اياها بصراحه سيليكون فالي ار دي اف مثلا او سيمانتيك ويب تكنولوجيز هاي بلش الكلام بيها من سنه 2000 لل 2007 تاع سيليكون فالي تنتبه 2006 يعني انو اللي كان سابق انو اللي كان سابق الريسيرش بسبق مرات 6 7 10 سنين سيليكون فالي هي دكتور ما كنا بنحكيها مره اي شيء الورد كيف تبعك تطلع ريسيرش سلبيك بنزل تقعد فتره بعدين برجع بتطلع كوميرس بعدين بتطلع هيك اللايف سايكل في سياسات لا مرات مش شايفين كمان مش شايفين يعني سيمانتيك ويب تكنولوجيز طلعت هبلة الدنيا بالريسيرشرز بس يعني انا ريسيرشرز نفسهم انا ايش بيشتغلوا بسيمانتيك شو هو عم بحكي عن بروفيسورز واب تو ديت 100% كم مش مؤمنين بكل الكلام هذا لما كنا نشتغل احنا في بروكسل وكنا نكون نعرف يعني كيف الدكاتره اللي في نفس الدائره شو بتشتغلوا؟ كلهم بصيروا يضحكوا هذا ب 99 98 فيش بجوز بكى 40 50 باحث بس اللي بيعرف عن الموضوع اللي الموضوع صار ينحكى بينهم بعدين هلا صار الكل صرنا ندرس انتروجي برام الله هلا بس قديش اخذت سنه هلا بس انا بدي اقوله انه هذا الكلام بس بدي اقدمكم لشغله هذا الكلام بالابحاث بلش بجهود 94 95 96 بلس ماينس سنتين طب يعني بلشوا الباحثين يشتغلوا جد طبعا بتكون كبيرة بجوز يكون بالسبعينات واحد او اثنين بحكي على الموضوع بس صار جيش من الريسيرشرز يشتغل عليهم بدايه الجزء 95 والحجم كانت اكبر بجوز بال 2002 2003 وهلا تقدر تقول معظم اللي بيشتغلوا الا ما يكفي شغلهم داتا انتجريشن، يعني اي ريسيرشر صار بيعرف شو يعمل داتا انتجريشن. فبس بدي اشركم لشغلي انه ممكن تسال حالك سؤال هو عندنا هون ببلدنا في هاي الاشياء تلزم اصلا يعني بس بدي اقول لك يعني خليك من اول الناس اللي بيعرفوا انه جاي. طبعا موجوده في شغلات بسيطه موجوده في شغلات بسيطه بس حكي بحكي في شغلات بسيطة عندنا في البلد. في أشياء بسيطة طبعا. في شغلات بسيطة بعتقد زرت المطب والبنوك. إيه لا هلا هلا شوف هلا برضه الوزارات، هلا الغرف التجارية مع الوزارات، هلا البلديات مع الوزارات، هلا البنوك مع بعض، هلا صار في. طيب. The problem is now even more challenging with the web. هي اصلا المشكله اكبر مش
اكستشينج بين الداتا بيسز بس. هي المشكله الاكبر وين موجوده؟ الويب. لانه كل واحد بحط على الويب سايت تبعه اللي بحلو. وهذا يعني احنا في عندنا بس سينما واحد في رام الله، بس يعني افترض انه عاده المدن فيها كذا سينما. بس كثير بضرب مثال انا كون انه انا بدي احضر فيلم، أني السينما بتعرض الفيلم الفلاني بكره الساعه 8 او بعد الساعه 10 مثلا هيك. اسال سؤال بسيط، هل جوجل بيقدر يجاوبني؟ لا. انو ارخص محل في رام الله ببيع ما مثلا تشارجر او شو اسمه ايباد؟ انتوا بتقدروا تعرفوا؟ انو ما فيش حد بيقدر يجاوب. هلا هاي الاجوبه طبعا سيرش انجن معناته احنا مرات ما جبنا سيرش انجن صح؟ بس انتوا مش عارفين ان السيرش انجنز هلا نازله نزول، لانه على فكره مرات بدون حلول، لانه سيرش يعني بطل في يعني سيرش انجن مش قادر يفهم على الموجود على الويب. اللي they reach their limits، وصلوا اقصى شيء بيقدروا يسووه. ما بنقدر نضيف شيء على السيرش انجنز اللي تقدر تجاوبنا اجوبه اللي احنا بدنا اياها. لاحظين؟ فهي مشكلة الانتجريشن برضه. فحنحكي في اخر الماده اليوم انه في كثير داتا بيسز قاعده مربوطه في بعض. عملتوا انتوا الجلسه الماضيه كويريز سبارك الكويريز على الويكيبيديا، في ناس عجبهم قال اوه هلا انا بقدر